يوما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبي موسى على رجل من الأنصار يدعى أبو إمامة، فوجده في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إمامة: ما الذي أجلسك في المسجد على غير موعد صلاة؟ يعني الآن ما في موعد صلاة وأنت جالس في المسجد. قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. حتى الصحابة كانوا مهمومين، حتى الصحابة كانوا يعانون الديون والضيق. لست وحدك، لست وحدك في ضيق. الصحابة كانوا يعانون. يدخل النبي فيجده في المسجد. وانظروا إلى أبي أمامة لما شعر بضيق الدين، وين هرب؟ هرب إلى الأغنياء، هرب إلى ملوك الدنيا، هرب إلى الناس، هرب إلى الله، فر إلى الله، جاء إلى المحراب. جاء إلى المحراب لماذا؟ لأن أبي أمامة علم أن المحراب هو مكان تفريج الهموم. تخيل أنك تجلس في بيت من؟ أنت تجلس في بيت الغني، أنت تجلس في بيت ملك الملوك، من يهب الصغير والكبير، من يهب الذكر والأنثى، من يهب الفقير والغني، من يهب الملك والمملوك، من يهب المسلم والكافر، إنه الله. أنت تفر إلى الله، تأتي إلى بيت الغني ليعطيك. لما أصاب بضيق هرع إلى بيت الله، قال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي أمامة، يا أهل الديون، يا أهل الضيق، يا أهل الهموم، يا من ضاقت عليكم الدنيا بما رحبت، اسمعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي أمامة، أفلا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى البشرى، قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم ومن الحزن، وأعوذ بك من العجز ومن الكسل، وأعوذ بك من الجبن ومن البخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: فقلتها في الصباح، فوالله ما حل المساء، والله ما حل المساء إلا وقد أذهب الله عني همي وقضى عني ديني. فقط قف على باب الله، فقط اطلب من الله. أنت بمجرد أن تقول يا الله، بمجرد أن تقول يا رب، يقول الله لك: لبيك عبدي لبيك. أرحمك ربي ما أحلمك، ربي ما أعلمك، ربي ما أعلمك.